يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الخميس طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وعلى جنوب سيناء وجنوب البلاد وحار على السواحل الشمالية، بينما يسود ليلا طقس مائل للحرارة على أغلب الأنحاء. وفيما يلي مشاهدينا الكرام بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا الخميس على محافظات ومدن الجمهورية. نبدأها من محافظة القاهرة، فيها درجة الحرارة العظمى 41 درجة والصغرى 27 درجة، والجو في القاهرة شديد الحرارة. في الأسكندرية 32-22 والجو فيها حار. في مطروح 31-21 والجو فيها أيضا حار. في بورسعيد 35-22 والجو أيضا حار. في الإسماعيلية 42-26 والجو فيها أيضا حار. أما عن محافظة السويس فدرجة الحرارة العظمى 41 درجة والصغرى 26 والجو شديد الحرارة. في العريش 33-21 والجو حار. في طابة 36-24 الجو حار. في شرم الشيخ 42-30 والجو شديد الحرارة. في الغردقة 41-29 والجو أيضا شديد الحرارة. بالنسبة لمحافظة الأقصر فدرجة الحرارة العظمى هناك 46 درجة والصغرى 29 درجة والجو في الأقصر شديد الحرارة. في أسوان 47-30 والجو أيضا شديد الحرارة. في الوادي الجديد 45-28 والجو أيضا شديد الحرارة. في شلاتين 40-28 شديد الحرارة. وأخيرا في حلايب 37-29 والجو فيها حار. والآن مشاهدين الكرام نستعرض معكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.